وبركاته. على البال وذكرياتنا على البال من الطائف المأنوس، وحجسد أيام زمان يمكننا في هذا البيت. خلاص قالوا عيد، كلنا نقعد خلاص، كلنا نجهز ملابس ومدري ايش، وبسم الله جات الساعة 2-3 بدوا يقفل محلات السوق. الشيخ محمد شرف الحيواني، ولحقة الشيخ سالم نجيم، ولحقة الشيخ حسين حمدان الليبي، وعم علي قصير كان صوته جميل. 55 سنة عم علي قصير، بين مؤذن بين العباس والهادي. خلاص جايين، وعاد نقابي أهل الطايف هنا، بيت الحنفي وعيال بن بكر وعيال حدايدي وبيت نجيم. والحين اللي بالشرقية، حي الشرقية برضو يجوا من هنا طريقه، وناس يجوا من ناق، واللي من معشي، واللي من كل حواري الطايف، حتى من الشهداء، حتى من الوهط الوهيط، حتى أحلى عمل الوهد الطايف. شايف معات تحكي بهجة وتحكي سعادة بانتهاء أجمل شهر اللي شهر رمضان المبارك، وقدوم العيد، عيد الفطر المبارك، وكلنا رايحين بأحلى زينة وأحلى حلة إلى العيد. كلهم نقابلهم، كل البيوت هنا ما يختلف. هذه مدينة التاريخ والأصالة وحضارة. هذه كان هنا العمارة، هذه كانت هنا عمارة الملك فهد، كانت هذه المؤسسة الأجل هنا، وكان في بيت إسماعيل. أحلى تهليل قال عم علي قصير يا أهلو، أحلى تقليل قال السليماني. الله أكبر الله أكبر. طايف وجميلة، مناظر جميلة، وجو جميل، ناس جميلة. احنا راجعين، وراجعين مع اهلنا هنا، نقوم احنا راجعين هنا في بخشه، في لي صوره انا فيها هنا في المنطقه هذه اللي هنا، نروح الفطور العيديات وخلاص ننطلق. بده ايش؟ شفنا الحمير وامرنا ايش اللي ابغى، كل واحد يبغى حمار. انا امرت واحد كذا صنيان، وكلنا جري على ايش؟ على البرحه هذه، برحه قزاز. يجي نسابق هنا، وكل واحد مسوي ايش؟ ولا اكبر فارس. والبردع طبعا نرجع، ثيابنا انعدمت من من الحمير، عدها ما ننام، نروح نلعب في المراجيع شوي. ابدا يوم جديد، ويوم العيد الثاني، والعيد الثاني هذا اروع من الاول. كان نقوم بدري، شايف؟ ايوه. عاد اللبس الاول، الثوب خلاص، البدله حقتنا اللي كنا لابسينها البيونكه رميناها، وقدرنا في العصر ما اقعد اروح بالبدله، البس ثوب عشان الحمار لازم ثوب. وراجيح في برحه هنا، برحه القزاز، ولا روحنا حاره فوق، ولا روحنا السليمانيه كبيره برضه، نروح نلعب مراجيح. المهم لعب الصبحيه كذا شوي، بعدين خلاص لازم يبدا الساعه 9، من 8 يبدوا يجيوا المعايدين. وعاد كل واحد زيك انت كذا، ايش تسوي؟ ابوك جاي عايد، وايش تسوي؟ تمسك دلة القهوة، وكل ما جاء احد وتصب له قهوة وتدي له حلاوة يروح، ويقوم هو ايش يكتب اسمه، اذا ما لقي احد يكتب اسمه، اذا لقيكم هذا يشرب. يا الملك خالد ما شاء الله جاء الطفرة، صار بعضهم عايدنا ب 500 ريال. زيادة ال 100 من 5-10 صارت 50، صارت 100. دحين نزلت شوية خلاص، كمان تعدلت الامور، دحين ما في الا ابو 50 ابو 100، ويمكن بعضهم اقل 5 و10. هذا عيدنا، وهذا جمال الطايف، ودرجة الحرارة 25، وعلى البال. وعلى البال. كل التفاصيل على البال. على البال، وأحلى التفاصيل على البال، والحلو.